يجوز تسوي المحاضره هذا الاسبوع، هذا ظلمه كلش. راح نتطرق الى ما يعرف بالبول بويلينج. بول يعني البرد او فد فوليوم لليكويد معين، اوكي؟ زين؟ ف حالة الغليان او ظاهرة غليان ليكويد معين بهيتش فوليوم يسموها البول بويلينج. الجزء الاخر يسموه فيلم بويلينج اللي وياه حركة، راح نتطرق له الاسبوع القادم ان شاء الله. بس خلي تستجيب بلاش بعد بداية التسجيل دائما لازم شوية تفرغ. يعني مو زلزال؟ بالجزء الثاني من المحاضرة راح نتطرق إلى، احنا غطينا هسه الجزئين بين الأولى اللي هي ريفيو، وحددنا بعض العوامل الأساسية، العوامل الفيزيائية الأساسية اللي تأثر على ظاهرة الغليان بصورة عامة. الدور أنا عندي جزئين، هل البويلينج، ظاهرة البويلينج هاي اللي عندي هي تختص بالبول بويلينج اللي هي ستاجننت ليكويد أو موفينج ليكويد؟ الستاجننت ليكويد شيء يشبه الناتشرال كونفكشن، بينما هذا يشبه شنو؟ الفورس كونفكشن. فالبول بويلينج هي هو البويلينج اوف استيشنري ليكويد. زين، لنفترض هذا هيتر، شوفه، وعندي تسخين، هذا اناء او حوض او وات ايفر بليكويد بتماس مع السطح الساخن. قلنا عندما ترتفع، هسه هذا الهيتر از اميرس مغمور بشنو؟ ستاجنت بول اوف ليكويد، ببركه ساكنه او راكده من ليكويد معين، اوكي؟ الهيتر سير تمبريتشر تي وول المفروض اعلى من الليكويد ساتوريشن تمبريتشر مال الليكويد هذا اللي ان كونتاكت ويز. زين، هسه الليكويد ان كونتاكت ويز ذا سيرفيس شو يتحول؟ يتحول الى فيبر. اذا هو وين، من اللي راح يتبخر؟ يا هو هذا الفوت؟ لا، هذا الليكويد اللي بتماس مع سطح التسخين هو اللي يتبخر، والفقاعات المفروض وين؟ تصعد للاعلى. زين، الاوبجيكتيفز هسه احنا مال هذه المحاضره وهذا الجزء تو ريليت وول هيت فلكس كيو وول. زين، هذا الحراره اللي هنا خارجه من سطح التسخين الما للووتر باي بويلينج. زين، نربطها ويا من؟ ويا الديفرنس بين الوول والساتوريشن تمبرتشر. شنو العلاقه بين الكيو وول والتي وول ماينس دي ساتوريشن؟ هسه احنا راح نطب بشغلات، راح نشوف شغلات شوي ما لاول مره اصلا نعرف وجودها. ف فور ووتر ذا فولوينج كيرف كان بي كونستركتد. هذا اول مره اشوفه اكيد. باش صار لنفترض عندي هسه ماء، اوكي، دا اسخن. الاكس اكسس هو عباره عن شنو؟ باوع له التمبريتشر ديفرنس بين الوول والساتوريشن تمبريتشر مال الووتر، بينما هذا شو يمثل؟ الهيت فلكس، الحراره مع الفيض الحراري بوات لكل متر متر سكوير خارجه من سطح التسخين. ومن المستلمه؟ الليكويد جاي يستلمها
عن طريق الايفابوريشن او عن طريق البويلنج. فهذا هسه هنا حاليا ايش قد الهيت فلكس؟ 1000 واط لمتر مربع. هسه حاليا الامور اوكي. من تمبرتشر ديفرنس، هسه حاليا تمبرتشر ديفرنس ايش قد؟ 1. ماكو شيء يعني. من 1 الى حوالي 5 ديجري سنتيجريد تمبرتشر ديفرنس، ما راح يصير عندي تبخر، ما راح يصير عندي العفو غليان، ما راح تتولد بابلز، وانما ايش راح يصير عندي؟ مجرد ناتشرال كونفكشن. احنا ليش قلنا؟ قلنا انه يكون الوولد تمبرتشر اعلى بما فيه الكفايه من الساتوريشن تمبرتشر. فهنا هنا مو عاليه كفايه، مو اعلى كفايه، اعلى من الساتوريشن تمبرتشر بشقد؟ بخمسه اربع درجات. فلحد هسه ما راح تبدي تتولد الفقاعات، ما تبدي تتبخر، وانما الحراره جاي تنتقل للليكويد ان كونتاكت وذ، ايش راح يصير؟ ايش راح يصير بي؟ شلون شو يصير؟ يلا سولف لي شو يصير؟ ايش يصير؟ لا سولف لي اياها، يعني شو يصير؟ هاي سولفناها. تسخين ايش صار فيه؟ ليش 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 راح يصير بي وهي سطح التسخين حرارته تصعد؟ شو يصير بي؟ تقل كثافته. شو يصير بي؟ يصعد نتيجه الطفو، والبارد راح ينزل يسخن وهكذا تتولد الدوامات. هذا اللي نسولف احنا. فبالتالي هنا هاي حاله انه مجرد ناتشرال كونفكشن، تمام يا متم؟ طبعا وحسب الجيومتري. هسه سولفنا اذا مثلا الخزان هذا الاسبكت ريشيو مالته عاليه، ماشي الطول مالته الارتفاع مالته اكبر من العرض، انا ايش راح اتوقع؟ دوامات راح تصير بشكل معين. اذا مربع دوامتين متناظره، اذا افقي مو شرط اربعه، حسب حسب كل ما تزيد يزيد. اللي شو سميناها؟ اليوم امتحان كليه، واليوم امتحان كليه، سميناها؟ لا 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 ريلي بنات فورتيسز، مو لا مو مو لا مو مو يا امتحان ما قال صراحه. ما شاء الله بشركم الله بالخير. زين بعد بالحاله الثانيه هسه احنا خل الحاله الثانيه اللي هي نسميها النيوكليت بويلينج، هنا تبدي تنويه البابلز، تبدي تشكل كنوات وتبدي يصير فيها فورميشن الفقاعات. وراها اوصل الى نقطه يصير فيها كريتيكال هيت فلكس يسموه ترانزيشن بويلينج، وراها يبدي ما يسمى بالفول بويلينج. هسه واحنا واحده راح نجي بيها يا شنو؟ فايش كم ريجيم عندي؟ اربع فور ديفرنت ريجيم، اربع انظمه. الناتشرال كونفكشن هذا مالتنا نعرف، ما راح نسولف فيه. النيوكليت بويلينج هسه راح نتطرق لهذا بالتفصيل. زين اللي هنا راح صار صدق زين اللي راح تبدي تتشكل الفقاعات. طبعا هنا شوف الرينج مال التمبرتشر ديفرنس من 5 الى 30. لا لا هذا 5 الى 30، وهذا بيه جزئين، بيه جزء يسميه سب كولد هسه راح نشوفه شنو، وجزء ساتشوريتد. ولا ما نعبر ال 30 الى 120 سبحانك يا رب العالمين الهيت فلكس راح ينزل. شلون؟ ما تدري. هسه راح نجي نسولفها اللي هي بعد نقطه نسميها الكريتيكال هيت فلكس راح ينزل الى نقطه اخرى الليدن فروست بوينت، يبدي الدور يصعد بال عندما تحول هسه هذا الترانزيشن ريجن اخر نختم بالفيلد بوينت. خل واحدة واحدة نجي نسولف هالشيء. الجزء الأول اللي هو الناتشرال كونفكشن. بالناتشرال كونفكشن انيشال بالبداية ات لو اكسس تمبريتشر. شنو ات لو اكسس تمبريتشر؟ قصده انه عد درجات حرارة مو اضافية يعني تتجاوز الساتوريشن تمبريتشر. ات لو اكسس تمبريتشر حوالي 4 هي جوا الخمسة شوية إذا أشوفها حوالي 4 وجوا as explained earlier no boiling takes place. ما يحدث عندي غليان هنا. زين
بهذه المنطقة. هاي المنطقة شو يصير بيها؟ بس ناتشورال كونفكشن ترى. ولذلك انت ايش جاي تشوف هنا؟ احنا هنا قلنا على هذا المخطط المفروض راح تطلع لي فقاعة هاي الكبرى. وقلنا هذا الشيء مو واقعي. ليش مو واقعي؟ اصلا ما يصير. وانما الحالة راح تظل بدلالة الناتشورال كونفكشن، ما راح يصير عندي تولد للفقاعات. زين، هنا شو يصير؟ بابل كولابس، حتى لو تولدت تفقع او خلينا نقول. ذا ليكويد، شنو شو يصير؟ ذا ليكويد نير ذا هيت سيرفيس. هذا السؤال، انا هذا السؤال سالته. قال لي انه الدنسيتي سخن، الدنسيتي مالته قلت صعد. زين، ذا ليكويد نير ذا هيت وول سيرفيس. الليكويد هذا اللي قريب سطح التسخين شبي become super heated and heat transfer is due to natural convection. صحيح هو super heated. زين؟ بس ما تولدت الفقاعات لحد الان، مو قصدي super heated انه لل super heated vapor. بس لحد الان ما تولدت الفقاعات، فبالتالي الحراره هاي وين راح تروح؟ راح تاثر على الدنسيتي، تتولد عندي حاله الناتشورال convection. زين؟ The wall heat flux from the heated surface to the liquid can be calculated using natural convection correlation. خلال هذا الرينج، خلال هذا الرينج انا ما عندي مشكله احسب حسابات الهيت ترانسفير كوفيشنت شنو باستخدام الناتشورال كونفكشن ريليشن. صح ولا لا؟ ما عندي مشكله، انا هسه ناتشورال كونفكشن. مشكلتي اذا بديت هنا. الحاله الثانيه nucleate boiling. ايش راح يصير هنا؟ A heater temperature increases، تزداد درجة حرارة الهيتر، لأن هو شلون صار زاد التمبرتشر ديفرنس؟ يعني الهيتر هنا درجة حرارته بعد أعلى. قبل شوية هنا مثلا أعلى من الساتشوريشن، لنفترض الساتشوريشن 100. خوش؟ درجة قد الهيتر هنا؟ 104. مو؟ إذا عبر ال 104 105 إلى 130، هسه جاي نسولف طبعا هم أقول هاي حالة معينة عند اتموسفيريك بريشر والليكويد شنو ووتر كمثال، وإلا البقية هو حالات حتى الووتر نفسه حسب الضغط يتغير هذا الدايجرام. لا 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 لا، هو من المعيار درجة حرارة سطح التسخين ايش قد؟ إذا هنا أعلى من الساتشوريشن تمبريتشر أربع خمس درجات. ها؟ مو هسة راح نفرق بين درجة، مو هي مش المسألة واحدة مشاركة بالثانية. مرات عندي هيتر ومرات ممكن عندي شو اسمه؟ بايبنج وبيها فد فلويد حار جدا درجة حرارته أعلى من الساتشوريشن تمبريتشر. فهذا راح درجة حرارته اولموست كونستانت. المهم بس احنا خلينا نبدا بالمفاهيم لا تستعجل بعدك هو شنو؟ عبالي انه هو الجسم اللي ما في تسخين ثابت. اي بعتبر انه الجي ار جاي تسخن من ثابت عدد الجي ار اللي مسخنه وتبعث منطقه محاربه، يعني انا لا 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 مو هيك شيء، لا مو هيك، مو هيك، لا لا انت حسب درجة حرارة سطح التسخين. هسه انت جاي تسولفين عن ترانزيت كيس بعد اعقد، مو احنا هسه ترى هي المسألة جاي نبسطها. اي ادري ادري افهم انه تقولين هذا سخن وبدا تصعد درجة حرارته، تمام يا ولد؟ زين؟ انا هنا جاي افترض انه سطح التسخين بادر كونديشن عليه شنو؟ كونستانت تمبريتشر مو كونستانت هيت فلكس. بعد هذا الكونستانت هيت فلكس متغير. انا عندي جاي ابطي اثبت درجه حراره سطح التسخين، يبقى هذا نتيجه هذا. انا ما منطي هيت فلكس، لا منطي درجه حراره. وبعدين راح اتطرق لهاي السالفه. هنا من 5 الى 30 اكو بيها تو رينجز. الرينج الاول من 5 الى حوالي 10 11 هذه نسميها سب كولد. واكو وراها. شو راح يصير هنا؟ فهسه هي از هيتر تمبريتشر انكريزز، عندما تزداد درجه حراره سطح التسخين فيبر بابلز تتولد. اوكي؟ ات نمبر اوف لوكيشن، مواقع عده.
انا دريفن ابورد باي بوينتس تمام. يعني تتولد الفقاعات تصعد لفوق لا على نتيجه شنو؟ هو الطب. خلينا نشوف هذا الاكزامبل هنا جاي يصير. الحاله على اليسار اذا تشوفها هذه الحاله على اليسار هي تمثل السب كول انه صحيح اني التمبرتشر ديفرنس هو فوق الخمسه بس مو كلش عالي مو اعلى من العشره. زين ضمن هذا الرينج اللي نسميه السب كول وهنا لا اعلى من العشره الى ال 30 اللي نسميه ساتشوريتد. خلينا نشوف شنو الفرق بين ذي جاي يصير. الفيديو اعتقد هنا اللي هو اي هذا النيوكليت لا لا سلسة واحد هذا اخر هذا. فاذا التمبريتشر ديفرنس نوت هاي انف مو كلش عاليه واكسسيف هنا راح تتولى. اذا شوف الفرق هنا هذا نسميه سب كول هذا الساتشوريتد. اذا نشوف السب كول الفقاعات اللي جاي تتشكل حجمها كبير نوعا ما اوكي عند سطح التسخين باعها عند سطح اللي جاي تشع عند سطح التسخين اول ما تندمج بيها كبير بينما هنا شوف صغار ووحده تندمج بالثانيه وتكبر صغار ووحده تندمج. شوف شوف هنا باع ركز لي هنا اللي جاي تنشا صغار ووحده تندمج ويا الاخرى. خلينا نعيد هذه تنشا فقاعه مستقله بحد ذاتها وتصعد لفوق بينما هنا شنو؟ صغار وتندمج سويا وتصعد. ايش جاي يصير؟ الجاي يصير التالي at microscopic level most surfaces are irregular بالمستوى المجهري اذا نجي نلقى انه هذه السطوح البابلز عاده غير منتظمه زين and include pockets of different sizes vapor pockets يعني جيوب بخاريه احجامها مختلفه. شلون صاير هذا؟ صاير بالشكل التالي. هسه اذا نقول هذا الفيبر وهذا الليكويد راح هنا كل ما تزداد درجه الحراره وكل ما يزداد تمبريتشر ديفرنس زين كل ما ذني الجيوب الصغار يعني لان السيرفس هذا مو منتظم يعني احنا لما شفنا هالفقاعه ما تجي السيرفس مالتها هيك سموث لا بيها يعني اذا نسوي زوم عليها بالمايكروسكوب راح نلقى بهالشكل هذا مثل التجاويف على السطح بين الفاصل بين الليكويد والفيبر. هذا فيبر هذا بخار هذا ليكويد. فعندما الدلتا تي نوعا ما معتدل من 5 لل 10 حاله السب كول يقول لك انه هنا راح تنشا عندي فقاعات كبيره نوعا ما اوكي بينما من ازيد التسخين هنا حتى الجيوب الصغيره هم تتكون وتكون فقاعات وهاي الفقاعات بعدين تندمج ويا اكبر وتكون فقاعات اكبر. شلون؟ سيرفيس تنشن هنا بريفنس ليكويد فروم انترنت بوكيتس. بالحاله الاولى مال السب كول السيرفيس تنشن هذا مال الليكويد يمنع انه يمنع الليكويد من الدخول الى هاي الجيوب لان ظل الجزيئات الليكويد مترابطه اللي هاي بالاحمر. زين مع اضافه التسخين الكافيتيز هذه تشتغل كانه مواقع as size at which bubble nucleation occurs. يعني كانه هاي الجيوب هي مثل خلينا نقول الحاضنات اللي راح تتولد بها البابلز اللي هي من السيرفس مال بين الليكويد والفيبر. نرجع للشرط الاساسي مالتنا اللي شو يقول؟ نصف قطر الفقاعه لازم اكبر او يساوي 2 في الشد السطحي على بريشر ديفرنس او فانكشن للتمبريتشر ديفرنس. زين اذا نرجع لهذا الدايجرام هنا قلنا ناتشورال كونفكشن تمام يا ولد شويه فوقه
شوية فوق إذا نزيد التمبريتشر ديفرنس لهنا من 5 إلى 10 لنفترض هالمنطقة هذه. هنا ايش راح يصير؟ راح ترجع عندي فقاعات، هاي الفقاعات شقد قطرها كبير ولا صغير؟ كبير كبير زين. إذا أزيد شوية من 10 إلى 30 هاي الفقاعات ايش فيها؟ اصغر. ليش؟ لان حتى السمول بوكيتس ذن قلنا ماكو جيوب الصغار هم تبدي تتشكل، هم تبدي تتشكل وتولد. فاذا نجي ات لو تي وول ماينس تي ساتوريشن، اذا تي وول ماينس تي ساتوريشن معناه لو بريشر ديفرنس، بالتالي الار شنو؟ لارج. تمام يا ولد. For low T wall minus T saturation فقط اللي هي بالسبكون هذه only the larger pockets as nucleation size. هسه ذني البوكيتس مو كلها، يعني هسه اذا اجي شويه ازوم هنا عندي جيوب صغار ذني ما يشتغلوا، بس الجيوب الكبار هي اللي راح تكون مواقع لتنويه الفقاعات البابلز، بس ذن اللي راح يتحول الى بابلز وينشا. مع زياده التمبريتشر ديفرنس ذا نمبر اوف النيوكليشن سايز انكريز. هسه هنا مع زياده التمبريتشر ديفرنس هذه الجيوب اللي صارت بين البيبر والليكويد راح تزداد، بالتالي مواقع توليد الفقاعات راح تزداد. زين increases to include smaller gas pockets. فبالتالي ايش راح يصير بحجم الفقاعه؟ يزيد لو يقل؟ يقل. بالتالي هو صدق هذا التمبريتشر ديفرنس ما يزيد، احنا شنو الدايما الرادياس يقل. مع ومن يزيد البوكيتس يزيد معدل التنوي as nucleation size multiply هنا من هنا لهنا. زين؟ bubbles merge هاي الفقاعات الصغيره تتحس ويا زين وتكون فقاعات اكبر او ما نسميه بالسلجز او كولومز. اذا نجي هنا شوفها نعيدها بالحاله الاولى لا الفقاعات بينما هنا يطش على السيرفس، هذا السيرفس تسخينه هنا عند الهيتر صغير، فقبل شويه كان مكانين ثلاثه، هنا شلون عدد المواقع التنو. زين السمول بوكيتس قامت تولد فقاعات صغيره، وهاي الفقاعات الصغيره ايش بيها من تكبر؟ من تتولد تكبر وتندمج واحده بالثانيه شو تسوي؟ فقاعات اكبر. زين بس شنو هسه الفرق؟ خلينا نشوف زين الفرق شنو بين السب كولد وال الساتشوريتد. هسه انا ضمن النيوكليت بعدهم اكو جزئين باع من اي تو بي هذا نسميه سب كولد، ومن بي تو سي هذا شنو؟ الساتشوريتد. من اي تو بي اذا تشوف ايش راح يصير؟ عندك تتولد الفقاعه صحيح، الليكويد الداير بدايرها درجة حرارته بعد هي مو عالية، مو كلش عالية، فبالتالي ايش اتوقع انا؟ هاي البابل هاي الفقاعة من تصعد راح تفقد حرارتها للبارد. لا 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 راح تفقد حرارتها للبارد، مو من تصعد الفول بعد سطح التسخين بعده بارد، بعده بارد مو كلش ساخن، فهاي البابل هنا ساخنة راح كل ما تصعد لفوق شنو؟ تعطي حرارة لجزيئات السائل اللي دا تصعد له، اوكي؟ الى ان تنفجر تتلاشى، لذلك سميناها سب كولد. مع زياده التسخين لا راح اوصل للساتشوريتد الليكويد هنا، شوف هسه هنا سب كولد ليكويد، هذا الليكويد هنا بارد كفايه بحيث يبرد البوبلز بعد ما يتولد. لا هنا وصل الليكويد هو اصلا وصل للساتوريشن، لا ساتوريتد ليكويد درجه حرارته بعد اعلى لان سخن اخذ حراره منه شويه شويه،
ايش راح يصير بالبابل هنا؟ لا راح تقدر توصل الى توصل الفري سيرفس. ليش؟ لان هذا الليكويد الدائره دائره الجاذبيه 9 دولار مو نفسه الا نفسه، وانما هو حار كفايه، ما راح تعطي حراره هواي ويصغر حجمها. واضح؟ ف when the liquid above heated surface، عندما هذا الليكويد اللي فوق سطح التسخين is below the boiling temperature، اقل من البويلنج تمبرتشر، شو يصير بالفيبر؟ بابلز كولابس. طيب ليش؟ يعاد تكثيفها مع صعودها الاعلى، تمام يا ولا؟ بينما بالحاله الثانيه the latent heat، هذا زين ايش راح يصير؟ الليتد هيت وهذا من طقت هي تكثفت، رجعت تكثف، شو معناتها؟ اطلع حرارتها للمحيط. هاي الحراره الليتد هيت اوف فابريشن اللي طاها المن للمحيط الدائمه دائره، الليكويد الدائمه دائره، راح تحيط تسخن السب كولد ليكويد. ترتفع درجه حرارته الى ان يوصل لل ساتوريشن. وين بول ليكويد ات ساتوريشن تمبرتشر هنا the vapor bubbles reach the free surface. هنا البابل توصل للفري سيرفس لان ما راح تعطي حراره كافيه هواي وتخسر حرارتها. خلينا نشوف الحالتين ذني هسه اللي هن هذه هسه شنو باع الفري سيرفس هذا زين ما جاي توصل. ليش؟ هاي سب كولد، هذا الووتر الليكويد دائما دايرها بارد، فجاي الفقاعه شبيها ترجع تتكثف مره ثانيه تعطي حرارتها وتطق. بينما على الجانب الاخر هسه خلينا نشوف ايش يصير. لا شوف الفقاعه وين صدرها. ليش؟ لان هالمره الليكويد المحيط الها سخن كفايه، هذا سخنه في مرحله ما سابقه، صعدت درجه حرارته، لا بدات تصعد، شوفها صعدت للفري سيرفس. واضحه او مو واضحه؟ وهذا اللي يقودنا مع زيادة التمبريتشر ديفرنس إلى ما يسمى الكريتيكال هيت فلكس. هنا ايش راح يصير بالكريتيكال هيت فلكس بوينت؟ راح يصير التالي. As surface temperature is further increased، مع زيادة التمبريتشر ديفرنس أعلى بعد أكثر. زين؟ While nucleate boiling continues. تصير اعلى ايش راح يصير عندي؟ والنيوكليت بولينج يزداد الى ان نوصل اذا نشوف بعض هسه هذا الهيت فلكس منطقه النيوكليت جاي يصعد شوف شوف الزياده بالهيت فلكس معدل الزياده يدور الى ان يوصل لمرحله يبدا الزياده هاي تقل تدريجيا الى ان نوصل لشنو؟ للبيك. شوف الزيادة بابا the rate of increase معدل الزيادة بالوول هيت ترانسفير starts to slow down من يصعد يبدي يقل السلو بات يقل شوية شوية إلى أن شنو؟ شوفها slow down نزوم عليها إلى أن يوصل إلى صفر السلوب صفر هنا هنا بعد ما جنسي ايش راح يصير الدور وراها؟ resulting in a local maximum ان هيت ترانسفير شوفت كريتيكال هيت فلكس هاي كيو ماكس زين it is caused by the increase in the proportion of the surface covered by the vapor. هذا نتيجه شنو والله جاي يصير؟ غير المفروض بعد يضل يصعد من جاي يسخن زياده زياده يا زياده وصلنا الى مرحله فوق سطح التسخين صار كله فيبر فماكو ليكويد بعد بتماس مباشر مع سطح التسخين
It is caused by the increase of the proportion of the surface covered by vapor. مو جايز زي التسخين زادت البقاعات معدل توليد البقاعات الى ان صار شنو الطبقه اللي فوق فوق كلها فيبر زين بعد ماكو ليكويد زين اني النقطه الاساسيه انه عندي البوينج هيت ترانسفير ينطيني رايت اوف هيت ترانسفير جدا عالي شنو؟ تمام التحول بالطور من الليكويد للسائل هسه شنو اللي انت ما سويه سطح الساخن بعد ما عندي ليكويد عندي بس فيبر تمام ولا لا؟ فبالتالي هنا مع الزياده الدور بالتسخين راح تبدي الهيت فلاكس يبدي يقل اللي هي صراحه هسه احنا المتوقع انه يزيد واذا نتفاجئ انه بدا ينزل ليش؟ بسبب انه السطح الساخن تقريبا تغطى او زادت نسبه الفيبر على السطح الساخن جاي يزيد مع زيادتها ايش بيه الهيت فلاكس ينزل لان كميه الليكويد اللي بتماس مع السوليد هالمره صار بيش بيه جاي تقل صحيح ولا يعني هذا بمعنى اخر هذا سطح التسخين هسه هذا سطح التسخين صارت عندي هنا فوق طبقه فيبر والليكويد فوق او بعدني ما وصل لهاي النقطه اكو هنا فيبر اكو شويه ليكويد الفيبر بدا يزيد والليكويد بدا يقل بالتالي شنو؟ معدل النقل الحراري بدا ينخفض طبعا مو انا شنو هي ليش اقول البويلنج هي كلش افكتيف؟ لان الليكويد يتحول للفيبر، هسه الليكويد بعد ما صار تماس بدا كميه الليكويد اللي بتماس مع السطح تصير قليله. لا اللي هي هذا خلينا نشوفها اللي هي الكريتيكال بوينت، ايش جاي يصير بالكريتيكال بوينت؟ شوف هنا هسه هذا سطح التسخين تقريبا هنا بدا معظم سطح التسخين او المنطقه اللي فوق سطح التسخين مشغله بشنو؟ فبالتالي هنا راح يقل معدل نقل الحراره بينما قبل شوي اذا شفنا تطلع قاعه اكو ليكويد بصفحه وكذا هنا تقريبا الليكويد اللي يظل بتماس كلش قليل فكانه شلون جاي يصير انتقال الحراره؟ هذا مو ليكويد دائما دائما يمنا ويسرى هذا سطح التسخين، هذا هنا فيبر، الفيبر ينطي لمن؟ ينطي للليكويد الدائم دائما يسحبه ويصعده فوق، فما راح يصير تماس مباشر. زين، المشكلة هي وين؟ انه الفيبر ثيرمال كوندكتيفيتي ايش بيه؟ ثيرمال كوندكتيفيتي مال البخار اقل بهواي من الليكويد، لذلك راح يقل نقل الحرارة. فهذا الفيلم الفيبر فيلم هذا الغشاء البخاري يعمل عمل شنو؟ غطاء حراري كانه ثيرمال بارير صاير فوق سطح التسخين يمنع الليكويد انه يوصل لمن؟ سطح التسخين وياخذ الحراره. This maximum point marks the end of the nucleic boiling. هذه النقطة هي نهاية نقطة نهاية النيوكليك بويلينج اللي يبدي وراها انتقال حرارة بالانحدار معدل النقل الحراري يبدي يقل. الترانزيشن اللي هي المرحلة الأخيرة اللي هي هاي الترانزيشن اللي وراها This is a highly unusual phenomenon انه ظاهرة حقيقة غير اعتيادية ما كنا متوقعيها. شو يصير بيها؟ يصير بيها زيادة الدفرنس بين الوول انه زياده التمبرتشر ديفرنس بين الوول والساتوريشن تمبرتشر تسبب انخفاض بمعدل النقل الحراري. انخفاض هالمره هسه بدها تنزل ما تصعد. نسبه السطح المغطى بالفيبر راح تظل تزيد مع زيادته شو يصير معدل النقل الحراري؟ يقل. زين؟ انتل الى هاي المينيمم انتل ذا انتاير سيرفيس الى ان السطح يكون بالكامل يوصل مغطى بالفيبر هنا هي هاي المينيمم بوينت اللي فيها الهيت ترانسفير معدل النقل الحراري باقل
مستوى ممكن، تمام يوم تمام. زين اللي وين؟ عندما الانتاير سيرفيس يكون مغطى بثين فيبر فيلم اللي هي هذه، شوفها هنا كانه عندي هذه، هاي طبقه تغطي الهيتنج سيرفيس. اعتقد ما عندي هذا الفيديو، متاكد. لا بعدين At this point, the thermal barrier, هذا الغطاء الحراري بين السيرفيس والفلويد راح يكون عد at its highest and the wall heat flux reaches local maximum. بسبب انه هذا الغطاء الحراري اخر شيء هنا يكون يغطي السطح بالكامل والهيت ترانسفير ريت يكون باقل مستوياته. زين اذا هيك شيء وصلنا واحنا الهيتنج سيرفيس ضربنا دبينا عليه بطانيه، شلون راح يرجع يصعد مره ثانيه بالرجيم الاخير اللي يكون بويلنج؟ شو راح يصير؟ راح يصير التالي. This minimum point, so the cold, يسموها latent frost point, marks the end of transition point. هاي نهاية الترانزيشن بوينت اللي هي دي. المرحلة الأخيرة مع زيادة التمبريتشر ديفرنس اللي هي الفيلم بوينت. هنا ايش راح يصير؟ إذا نشوف هنا اللي هي هذا. هنا ايش راح يصير؟ هنا راح يرجع مرة ثانية معدل النقل الحراري يزداد. ليش؟ ايش راح يصير بالفيلم بويلنج؟ Once the entire heated surface حسب عندما يتم تغطية سطح التسخين بالكامل ببخار is covered with a stable vapor film راح يصير عندي طبقة غشائية مستقرة من البخار. هنا the thermal resistance from the surface to the boiling liquid no longer change. هنا المقاومة الحرارية زين بين سطح التسخين والليكويد اللي جاي يغلي اعلى من عده ما راح تتغير. ايش راح يصير؟ راح يصير التالي. The wall heat flux rate once again هسه هنا هذا فراغ، مو فراغ، بخار. زين؟ وهاي طبقه بدات تصير ثابته، شوفها؟ هذه كانه اخذت استقرار. هذا شنو كله؟ ما اخذ استقرار فوق سطح التسخين. قاعد والليكويد وينه؟ فوقه صار. ايش راح يصير هنا؟ بما انه هذا ساكن زين؟ The wall heat flux rate once again start to increase with further increase in temperature. هنا لاحظنا بس المشكله هنا المفروض تصير العمليه اسوء. شو الحراره بدات تصعد مره ثانيه معدل النقل الحراري. هاي ليش الدور؟ السبب ليش؟ ثيرمال انرجي بالبدايه هنا تنقل عبر الفيبر فيلم للساتوريتد ليكويد عن طريق الهيت كوندكشن، بس الثيرمال كوندكتيفيتي قليله. فايش راح يصير؟ الحراره المتبقيه ايش راح يصير بيها؟ راح تنتقل بالراديشن. At higher differences between the surface and liquid temperature, thermal radiation becomes the main contributor. هنا الدور الحراره قامت تطلع بالراديشن. لان هذا من جاي ينتقل بس بالكوندكشن عبر البيبر، والبيبر ثيرمال كوندكتيفيتي قليله، فمعدل النقل الحراري راح يصير قليل، راح درجه حراره السطح تزيد اكثر، وبالتالي يضطر انه انت حرارته وين؟ بالراديشن، لان تمبرتشر ديفرنس صار جدا عالي. شوفوا هنا هاي المنطقه هذه. راح هنا نطرق الاربع حالات ذني، اكو اكسبيرمنت صراحة لطيفة جدا. الحالة الأولى عندي هيتر هذا، الباور مالته ايش قد؟ 10 واط. هسه هنا وين احنا؟ عالية بالسب كولد. زين؟ نوعا ما بالسب كولد بالنيوكليترجين. إذا زودنا الحرارة هسه بعد شوي راح نزود الحرارة يمكن نسوي 25 واط مال هيتر. هسه حاليا هاي النقطة اللي احنا بيها. شوف هذا هيتر موضوع بخزان مي وجاي شوف الفقاعات شلون تولد. هذا فرونت فيو وهذا سايد فيو للهيتر. شوف شلون تتولد.
هسه زود الهيت ترانسفير سواء من 10 واط الى 50 واط. انتقلنا الى الترانزيشن. شوف الفقاعات بدات تصعد للاعلى وتزيد. تابعوا ياها شوف هسه. الو هسه هنا شنو؟ زودنا الهيت ترانسفير بعد راح نوصل قريب للكريتيكال بوينت، شوف معدل التوليد مال البيبر شلون اشتد اكثر. وهنا بدت تزيد الببلز والبيبر المحيط بالهيتنج سيرفس، باعنا شوف شلون؟ بدت مثل يصير فد غشاء داير مدايره كلها فخار. هسه انا عندي 210 واط عند هاي النقطه. هسه اذا زودنا اكثر ايش راح يصير؟ باب بالخط زين. هنا هذا 45 واط، احنا زيدنا درجه الحراره بس الهيت فلكس هنا اقل، بس مع ذلك التبخير شوف ايش راح يصير فيه. ليش؟ شوف هاي كلها طبقه بخار دائما داير. شنو اللي صار هنا؟ معدل النقل الحراري كيو باور قل، بس درجة الحرارة هنا هي هنا جدا عالية درجة حرارة السيرفس. زين؟ لأن أنا جربت باور للهيتر، هذا الهيتر ما جاي يقدر يطلع الحرارة كلها للموتر، جاي 9 درجة حرارة. اوكي؟ يعني بالنيوكليت الا اذا وصلت للفرن، الفرن شويه بيفد امور حرجه هسه بسرعه. النتائج العمليه هذا اللي صار شنو؟ هنا شو يقول لك؟ Due to the negative temperature slope، بما انه اكو عندي سلوب سالب مو بالترانزيشن بويلنج ريجيم. زين هذا البويلينج كان اونلي بي ريلايز وين ذا هيتر تمبرتشر از كنترول، فقط اذا اني سيطرت على درجه حراره الهيتر. اني درجه حراره الهيتر اني انطيها. زين. The setup below shows the experiment in which the heater temperature is controlled. شلون انا اقدر اسيطر على درجه حراره الهيتر؟ سؤال قبل شوي. اذا عندي مو هيتر كهربائي، لا. بايب وبي هيتنج فلويد، وهذا الهيتنج فلويد هو بي درجه جاي يجي بدرجه حراره معينه. فبالتالي هذا البايب او سطح التسخين راح ياخذ درجه حراره الفلويد اللي ما بي وراح يحافظ عليه. فايش راح يصير؟ هاي نقطه الترانزيشن من الماكس للمينيموم. وهاي العمليه عاده ريفرسبل، يعني حتى لو التبرد بالعكس راح تتبع نفس المسار. الحالة الثانية واللي هي المطبقة بالمختبرية انه اجيب هيتر. بالهيتر صعب السيطرة عليه. بس خلينا نكمل. As the surface temperature is increased، أول مرة الكيو وول ايش بيها؟ تزداد إلى أن توصل للماكس، then تنخفض إلى المينيمم. ليش؟ بسبب تكون طبقة البخار العازلة. بعدها من البخار طبقة البخار تتشكل بالكامل يشتغل الراديشن يبدا يصعد الترانسفير دايك مرة ثانية. الحالة الثانية انه ناو كونسيدر ان اكسبيرمنت ان ويش ذا هيتنج ريت از كنترول. هالمرة لا، انا مطي الهيت ريت، يعني عندي هيتر كهربائي. زين هاي الكتريكال كارت. فبالتالي عادة ما راح يصير عندي هاي الحالة مال الدروب، وانما راح ياخذ نوعا ما مسار مستقر. As Q wall is increased
T1 minus T saturation follows the nucleic boiling bath up to Q max. إلى هنا وراها ايش راح يصير؟ Once at T max زيادة أكثر بQ wall ايش راح تسبب؟ تسبب زيادة بالsurface temperature إلى أن نوصل للفل بويلينج ات ذا سيم كيو وول. يعني هنا ما راح يصير بانخفاض وانما راح يوصل هاي المرحله تريد يصحى. ذس هاي الزياده المطرده بالسيرفس تمبرتشر عاده ايش تسبب؟ تسبب فشل بالهيتر، تسبب انصهار بالهيتر. وهاي عاده حاله شائعه. هذه بيها مشكله نسميها البيرن اوت بوينت، نقطه الفشل مال الهيتر. صح هو ممكن يعطيك هذا السلوك بس عادة يفشل ما يوصل لهيك الريس. الحال الأخير هو نختم بهذه بعد اللي هي هاي البيرن اوت وينها؟ بيرن اوت بوينت فيزواليزيشن هذا هيتر عندي يبدا اول مره جلونج يتوهج بدات تصعد درجه حرارته. مشكله انه شنو؟ هذا انا مو ازود الهيت الباكس مالته. المشكله وين؟ راح تتكون دائما مداره بس فيبر. زين هذا وين راح ينطي الحراره بعد؟ راح تزيد درجه حراره سطح الهيتر بعد اكثر من المقرر فوق الديزاين بوينت. وبعدين ايش راح يصير فيها؟ احترق وانصهر. طيب يعني اذا نرجع شويه نعيد شوف هنا بدا يسخن يسخن بدا يتوهج. ليش؟ لان هذا مغطى بالكامل بفيبر هنا زين وما جاي يقدر يطلع حراره كفايه للليكويد بسبب طبقه الفيبر الدائمه داره فدرجه حرارته بدات تزيد وبدات تزيد فوق الديزاين الاوت تمبرتشر فوق درجه حراره التصنيع المسموح بها الى ان بدا يتوهج واشتعل احترق هنا زين. شوف هنا بقى هنا هذه الحاله تصير بس ممكن نتلافاها اذا جبنا فد هيتر مصنوع من نتيجه تتحمل درجات حراره عاليه. ذاك انه سطح التسخين مسيطر عليه، هذا لا الهيت فلكس مسيطر عليه. درجة الحرارة الأفضل انه أنا أسيطر على درجة الحرارة، ليش؟ لأن حتى لا أصل لهيك مستويات. أنا إذا أسيطر على درجة الحرارة أفضل ما أعطي هيت فلكس واحتمال يكون من الصعب السيطرة على درجة الحرارة، وبالتالي أوصل لمرحلة الفشل. ايه طبعا تسخين لان احنا هسه شنو الحاله؟ بويلينج. لو قلت لك كوندنسيشن كان صارت عمليه تبريد. تقصد انه احنا هسه مثلا نستخدم المفاعلات لتبريد المفاعل. اي طبعا انا قلت حكيت حكايه حلوه. فوق المفاعل عده تفاعل كيميائي وياه حراره تتولد. اذا هاي الحراره ما تسحبها درجه حراره قلب المفاعل راح تزيد فوق درجه الانصهار مالته. فانت تريد تسحبها، تسحبها بشنو؟ تسحبها تجيب ليكويد. هذا الليكويد بتماس مع سطح تبادل حراري صلب راح يسحب الحراره، فاذا كانت عن طريق البويلينج بعد ممتاز لان يسحب حراره بمعدلات عاليه. انت جاي تسخن الليكويد بس تبرد منه المفاعل. هي العمليه شنو؟ انت اذا توقف على ذيك الجهه لو واقف على هاي الجهه. اوكي؟ بعد زين